أخيرا وليس آخرا التنمية السياحية. واسمحوا لي هنا، يمكن يعني المشروعات اللي الدولة المصرية عملتها ده شكل يمكن كان أحد أهم المشروعات اللي سيادة الرئيس وجه بإنهائها بسرعة وتشغيلها، وكان من أحد المشروعات المتعثرة متحف شرم الشيخ. دي كانت صورته في 2014، النهاردة بعد ما اتفتح واشتغل والمنطقة التنمية اللي حصلت حواليه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بقى لوحده النهاردة بؤرة لجذب السياح في مدينة شرم الشيخ. إنما طبعا التنمية اللي حصلت في شرم الشيخ لوحدها في وقت مؤتمر المناخ الحمد لله جعل مدينة شرم الشيخ النهاردة تعود مرة أخرى كوجهة أولى للسياحة العالمية في كل حتة. ولكن الموضوع مش فقط قاصر على شرم الشيخ، احنا بنتكلم على تور سيناء، الكورنيش اللي بيحصل هناك وشكل التنمية اللي بتتعامل في الدولة، والمشروع المهم جدا مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين. المشروع ده يمكن طبعا حضراتكم كلنا نعي عبقرية هذا الموقع، الموقع الوحيد اللي على وجه الكرة الأرضية اللي تجلى يعني ربنا سبحانه وتعالى فيه، وله القدسية لكل الديانات اللي موجودة. النهاردة بيتعمل تنمية كاملة سياحية، ويمكن ده مخطط بيتعمل، ده صورة المخطط النهاردة على الأرض، ده اللي اتنفذ قدام حضراتكم. وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام هتكون اكتملت هذه المشروعات. احنا بنستهدف إن شاء الله النصف منتصف هذا العام تكون اكتملت كل مشروعات التنمية الخاصة بسانت كاترين، عشان فعلا نبرز مدى قدسية وأهمية هذه البقعة الطاهرة من الأرض لكل الديانات، وإن كل الناس تبقى موجودة كموطئ للحضارات كلها. حضراتكم شايفين ما بين المخطط وما نفذ على الأرض، الفنادق اللي موجودة النهاردة اللي بنعملينها على مستوى على أعلى مستوى، البعد البيئي اللي بيراعى في هذه المشروعات كلها. الحقيقة فندم احنا في نهاية العرض احنا عملنا استقصاء في بداية هذا الشهر لأهالي سيناء، قلنا لهم يعني بناء على اللي الدولة عملته انتوا شايفين مدى الرضا على جودة الخدمات. زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله ارتفعت نسبة رضا أهالينا في سيناء عن العديد من الخدمات. زي ما حضراتكم شايفين احنا طبعا شغل ده كل ده فقط جزء من عملية التنمية اللي ما زالت الدولة بتخطوها في هذه المرحلة. الحقيقة الرؤية المستقبلية بتعتمد على بالإضافة إلى كل المشروعات اللي احنا شغالين عليها، ولكن هناك النهاردة اللي وجه بيه فخامة الرئيس ان احنا نركز على حاجات أساسية النهاردة ان احنا كمان نعظم الاستفادة منها. موضوع المواد التعدينية المهمة جدا اللي موجودة في سيناء، طبعا تعظيم موضوع الاستصلاح الزراعي، ولكن ايضا وده المهم ان احنا ندخل على المراكز والمدن القائمه ويتعمل تطوير شامل لهذه المدن. ندخل على المدن القائمه زي العريش وبير العبد والشيخ زويد ويتعمل تطوير كامل لهذه المدن في شمال سيناء، بحيث تبقى بتضارع كل المدن وعواصم المحافظات اللي موجوده عندنا في باقي الجمهوريه. النهارده واحد من اهم المشروعات اللي الدوله المصريه ايضا بتستهدفها هو تنميه المنطقه، بنطلق عليها 109 الف فدان كمنطقه هتبقى فيها امكانيات استصلاح زراعي، ويتعمل فيها مراكز لوجستيه كبيره عشان تخدم المنطقه الخاصه بشرق سيناء باذن الله في خلال الفتره القادمه. واخيرا وليس اخرا طبعا كنز الرمال السوداء اللي موجودة والمقومات اللي موجودة النهاردة في هذه المنطقة اللي بتخلينا ان احنا عندنا احتياطيات مؤكدة يعني تقترب من مليار طن في هذه يعني المنطقة، منهم لوحدها 13 مليون طن من انفس يعني المعادن اللي موجودة على مستوى العالم، واللي النهاردة الحقيقة الدولة يعني بتشتغل على الاستخلاص هذه المعادن الثمينة جدا وتبقى قيمة مضافة لهذا الموضوع.